maamulka degmada Bardaale ee gobolka Bay ayaa saaka waxa uu ku wareejiyay talayaha ciidamada daraawishta degmada Bardaale ee gobolka Bay goob looga talagalay in ciidamada daraawishta degmada Bardaale ay ka dhigtaan fariisamo ciidan talayaha ciidamada daraawishta degmada Bardaale Cabdi Axiis Ismaaciil Abuukar ayaa waxa uu ugu mahadceliyay maamulka degmada Bardaale ee gobolka Bay sida ay dhirinaanta ku jirto isla markaana u go'aansaday in ciidamada daraawishta goob ay fariisan ay ka yeeshaan laga siiyo degmada Bardaale ee gobolka Bay gudoomiyaha degmada Bardaale ee gobolka Bay Maxamed Isaaq Arcaase ayaa waxa uu sheegay in ciidamada ay ku wareejiyeen goobtan ay ugu talagaleen ciidamada daraawishta in ay fariisimo ay ka yeeshaan isla markaana laga difaaco degmada Bardaale ee gobolka Bay waxa uu dhanka kale uu ka codsaday gudoomiyaha in hay'adaha ku shaqlo kale arrimaha dib u dayactirka xarumaha dawladaha ay dib u dayactir ku sameeyaan xafiiska degmada oo ka muuqatay burbur aad u baahsan زرد عافمات كسبتال شيقوين زرد حبرشا ساساتو أمن جاء إذا ما دشين ورسين واقع سين بحر المجد ولا جد هذا هرمة جودة أمي بوقي القوة وانتم شوف مركز كام كم كنا كنا كوري جدا ولا كتر جدا حر الدولة وزارة دولة وزارة كستان طول جلسة اسم أرض هيك الدولة نبرم صوبي مركز دلكون الدولة دام فعاسة مركز إن شاء الله تعالى شعب برد على ولي تبع غنى متقوى مدلة مادبة إن الدولة نمد آمنة وأنا ستوس إن كرم نسيان إذا ماذا إمام كنا شقيا لدقال لما نمتوا عدوك أو متصوم على دباتيها هاي وليكو أسان هيدها كشقل له دي اعترك يو ديبو بسك يو حقربين تحفيسا إنيو ننقلب يا ما ملكي دقودة ما دام ملكي فتحادي بكون سعر غاية تانو هاتل دهور لك الشقة يو هاتل وقوري لكن تقار غاية تانو مركو اللي فضي إن هيدها ولين كباقي هيد كستقول كجيسي دكورت إنيو حفيسكي ننقلب يتا من ذي اعترت سأمين ما أردي شقدان إنك فضاتين وأنا باقى سوى الانتراء إن هاي ذاك الشقل القرابين تحفي سوى يدي اعترك بمركزي ما أردي إنك هو القل الدول النمذ ملك هو بحر أنت هو بدل وشقة الدول النمذ دولد أني هني أرو لس حتى نقول إنه إنه بهاس مركا إن دولد في كونفرق البلد وكيل ممكننا والكستو أنت روجن وما أردي إن حسكوا يانا كذا إن شاء الله تعالى ومن الساعة ما أردي أيها الشقة مركا ولف أنا باقى مدكوا مدلمات أرجعي تحفيز كده مذا سين هيدا تقارن صوب دي إيد ملك شقين فتحدي الرفاد مركز ولف أنا هيدو سدك دكسي إن نقطع مملكة دجمد بردالة إيه قبل كباي أي وحى ودردرت جلين كوا ضاق جود أهمبا سدي وزارة والبقر للكل دجمد بردالة إيه قبل كباي للك هذه لوجو ورجين لها سي أسود دكتو إسلام أركان أيوجو هرجلي سو حفيز مملكة دجمد بردالة إيه قبل كباي أي مدوين كي لصادا في وحى وبحنا يي للك وقت لجلي وزارة ها دولة قبلات كوفر قلبات وحنا وزارة دي وجوه رئيسي أيها هاي وزارة وح برشدي دايو تعلن تصرع دولة gobolka koonfur galbeed oo wakiil u ahaa gudoomiyaha waxbarashada degmada ay horey ugu wareejisay dhul looga talagalay in lagu dhiso dugsi hoose dhaxe sare talaabadan ayaa waxa ay noqonaysaa maamulka degmada uu saaka qaaday talaabadii labaad ee uu ku bixinayay dhul ugu talagalay in xarumaha dawladda laga hirgeliyo xasan cali daawud xasan sheelare tv ga calamiga star tv degmada Bardaale gobolka Bay